أمالا رح نروح لأولى فقراتنا الصباحية لليوم لنحكي فيها عن العملية التربوية والتعليمية. طبعا العملية التربوية والتعليمية بجميع جوانبه تعتمد بدرجة كبيرة على المواقف التدريسية، ولازم يكون بيعتبر التدريس فعال لما بيكون في تفاعل كبير بين الطالب والمتعلم بهدف تحقيق مطالب تربوية وتعليمية. أيضا سلمى، أكيد ليلى، ومثل ما بنعرف أنه للتربية والتعليم علاقة متبادلة وتفاعلية حتى يكون التعليم ناجح وفعال. طبعا اليوم لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع ومشاكل الطلاب بالمدارس وأيضا شرائح العمرية المختلفة التعليمية، بيسرنا يكون معنا بالاستوديو الدكتورة ياسمين بسام الشلبي، وهي اختصاصية بالإرشاد النفسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح. أهلا فيك. صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. دائما وقت بدنا نحكي عن التعليم بالمدارس دائما للتربية دور كبير كمان بالمدارس. خلينا نعرف أهمية الربط بين التربية والتعليم بشكل أساسي. تمام. هلا بداية أكيد هن قصتين متلازمتين مع بعض، ما فينا نفصلهم نهائيا ولا بأي مؤسسة تربوية أو تعليمية. التربية بتحاول أنه هي تشكل شخصية الطفل، تزيد قيمه، تزيد كمية القيم اللي عنده، تعزز الأخلاقيات الحلوة اجتماعيا، ثقافيا، نفسيا، عاطفيا. بينما بيجي التعليم لحتى ينقل المادة العلمية والمادة الأكاديمية للمتلقي، فهن عمليتين مترابطتين مع بعض. فينا نقول أنه حتى ممكن أحياناً يكون الطالب هو عم يقوم بدور التعلم، يعني هو القائد، يعني صار في فرق عنا بين التربية، بين التعليم، بين التعلم، إذا أنا عم بتعلم عم بكسب حالي هاي المهارة، وبين التدريب اللي عم باخد فيهم مهارات عملية تخليني استفيد من الشيء اللي أخدته وطبقه بشكل واقعي على الأرض يعني. طيب أستاذة ياسمين، خلينا نحكي اليوم في كتير مشاكل ممكن تواجه العملية التعليمية أو التربوية بشكل عام تتعلق بالمدارس، تتعلق بهي العلاقة التفاعلية. خلينا نحكي عن أبرز هاي المشاكل اللي عم بتواجه الطلاب، ويمكن دور الأخصائي النفسي أو الإرشادي الاجتماعي هو له دور كتير كبير لتقويم هاي العملية التعليمية. أكيد. هلأ بداية نحن حاولنا نعمل هيك استطلاع بسيط وناخذ رأي الناس مع شرائحهم المختلفة ليحكوا لنا شوي عن المشاكل اللي هن عم يتعرضوا لها، فكانت الردود مختلفة من شرائح متعددة، من المربين، منهم الأهالي، منهم اللي بيشتغلوا بجمعيات، منهم أمهات، فمنهم بيشتغلوا بدور أيتام، فالآراء كانت متعددة. نحن رح نشمل أهم الآراء، لأنه عن جد إذا بدنا نقعد نحكي على السلبيات فأنا ما فيني صراحة أشمل كل المشاكل، وخصوصي أنه بتورد كتير استشارات بهذا الخصوص. وللأسف هي السنة الأولى اللي بتعرض لها من بداية المدرسة لهلأ من كم كتير كبير من الاستشارات بهذا الموضوع التربوي، لأنه ما عم يرتبط موضوع التربية مع التعليم. تمام. ولأنه نحن شوي تعبانين، شعب تعبان، المدرسات تعبانين، في ظروف كتير اقتصادية عم تلعب دور. طبعا هي أكيد ما نحجة، إنما عم تأثر تأثير سلبي بحياتنا بشكل أو بآخر. فالآراء معظمها كانت أنه عم بتقول أنه نحن عنا مشاكل بطريقة التعامل مع الطالب، يعني أنا كطالب ما عندي كمعلم، طبعاً مع احترامنا لكل الكوادر التعليمية، نحن هلأ نحن عم نختص بنحكي عن الموضوع السلبي مشان ما ننفهم غلط أو ما ننفهم نحن بتقدير الكوادر، لا نحن تقدير الكوادر موجود، إنما بدنا نعالج النقطة السلبية الموجودة. عدم احترام وعدم تقدير الطالب بينشأ عنه عدم احترام المعلم، يعني هذا كان رأي أحد الأساتذة اللي درسني لما كنت أنا بالمدرسة، إنه إذا أنا ما احترمته لهذا الطالب حتماً ما رح يحترمني، ما رح يقدرني، وما رح، وإذا ما احتويته كمان ما رح وصل لنتيجة إيجابية. كنا صيغة الإرهاب أو الترهيب. تماماً. يعني إنه كانوا يعتمدوا إنه المدرس كل ما كان في عنده سطوة أو سلطة أو قيادة على طلابه فهو رح يكون في نتيجة أكثر، مع أنه العكس يعني. تماماً. هذا كان عند الأستاذ بس يكون قريب من الطالب أكيد وصادقه أكيد هي نتيجة بتكون كتير ظريفة، بس هون المشكلة شو؟ أنه نحن ما عم نفرق بين الحزم وبين القسوة، ولهلأ في مدارس تعتمد أسلوب أنه هلأ عادي وطبيعي أنه نحن بأول يوم بالمدرسة نكتب قائمة بالقواعد اللي نحن بدنا إياها بالقاعة الصفية،
انه مثلا شو المسموح وشو الممنوع. للاسف انه هي القصه عم تصير هي مثل ما حضرتك قلتي فيها رهبه للطالب، يعني انا ما بدي خوفه، انا بدي اورجيه انه هي القواعد ما فينك انت تجتازها، بس بنفس الوقت بوقت ثاني انا عم بضحك وامزح معك وعم بسمع لك مشكلتك وفيني ساعدك وحل لك اياها. هون القصه شو عم بتصير؟ معظم المدارس سواء كانت خاصه ولا عامه للاسف انه المرشده الاجتماعيه ما عم تكون اختصاصها نفسي او اجتماعي، يعني ممكن انا عندي شاغر لاي مربيه موجوده من اي اختصاص ممكن حطها وخليها تتولى هي المهمه، او نحن المعلمات كلياتنا مشرفات عليهم وكنا بنساعدهم، وهي النقطه كثير سلبيه وخاطئه. انا اكيد بدي خريجه علم نفس او ارشاد نفسي او حدا مختص بالشيء الاجتماعي ويكون عندها خبره، ما تجي تجرب بالاولاد. هي اول نقطه كثير عم بيعانوا منها الطلاب بالمدارس، انه حتى ما عاد في امان انا احكي لها لهي المرشده اذا عندي مشكله، لانه انا بالاساس ما واثق فيها، فكيف بدي احكي لها وهي بتفوت على غرفه المشرفات وبتحكي قصتي؟ هي سببت مشاكل لطالبات صار بدهم دعم نفسي من 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 افا هي النقطه. يعني هلا قصص ثانيه انه انا ما عم فرق كمربيه بين انه الطفل الصغير عنده احتياج اللي هو اللي أنا بمنعه منه اللي هو المي والأكل، إذا طالب صغير من الطفولة المبكرة أو حتى فينا نقول وصل لصف ثاني أو ثالث، أكيد طبيعي إني أحترم قوانين المدرسة، بس إذا الطفل عم يقول لي أنا عطشان تمام، ما المفترض إني أمنعه، والمفترض أنا أقول له من البداية اللي عطشان فينه يشرب مي أيمت ما بده، واللي جوعان يقول لي أنا فيني خصص 5 دقائق بالحصة لا أقدر لبي هاي الاحتياج، لأنه ما في قانون بيقول لك لا تاكلي. نحن هلا بيحطوها هي القوانين بالمدارس، بس الطفل الصغير اذا ما اكل فمشكله، هو احتياج ما هو قانون، بس انا اكيد بحترم قوانين المدرسه وبقطره كيف انه انا فيني خصص 5 دقائق شوف كل الطلاب اللي هن عندهم جوعانين او عطشانين يلا خلونا نشرب كلياتنا سواء، اما اني امنعه مشكله كثير كبيره. يعني طالب من الطلاب انمنع من الاكل مثلا، في فرصه كان عنده وبده يروح يشتري، ام كان في عجقه كثير وما قدر انه هو يشتري متطلباته كطفل صغير لانه كان قصير يعني، فالمشكله انه راحت الفرصه عليه وهو ما اخذ معه علبه طعام فضل بلا اكل، فبروح بيقول للانسة انا جوعان بدي روح بس يكون ما في حدا، فبتمنعه انه صار وقت الحصه. طب نحن اذا ما عندنا رحمه كيف بدنا نوصل؟ الرحمة والاحتواء أساس المربي، إذا ما لهم موجودين فعن جد رجاء المربي أو المعلم يلاقي أي مهنة تانية ولا يقرب ولا يحتج مثل ما كان حجة بعض المعلمين بالاستطلاع أنه رواتبنا قليلة، نحن عم نبذل جهد كتير مضاعف لحتى نوصل للي بدنا إياه، أحيانا منحط من جيبتنا إلى آخره من هاي التفاصيل. كلياتنا عم نمر بأزمات اقتصادية، يعني ما حدا موجود بكوكب والتاني بكوكب آخر. صحيح. ومع احترامي للجميع فينا نلاقي أي مهنة، بس ما نقعد نحن نشتغل بالطلاب. صحيح، بظل الظروف اللي نحن عم نعيشها، يعني سواء الأهل أو المدرسين عم بيعانوا من الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، لكن لازم يكون في تعاون ما بين البيت والمدرسة لحتى يتبع الطفل القوانين، وكمان يكون في شوية تساهل من المدرسة. خلينا نحكي عن هيك سبل لتفادي هي المشكلات وخاصة في ظل هاي الأوضاع اللي عم نعيشها. تمام، السبل للتفادي إنه نحن أول شيء لما منحط القوانين ما نكون قاسيين، نكون حازمين. أنا إذا ما عطيت لهذا الطفل أو لهذا اليافع اللي أنا عم درسه أو أعطيه الثقة ما رح يعطيني إياها، إذا ما كنت حقيقي ما رح أوصل له حتماً. الفكرة أنه نحن نرهق الأهل، لأنه ذكروها أنه يا ريت تذكريها، نرهق الأهل بأنه عنا احتفال معين بالمدرسة أو عنا مناسبة، جيبوا الأغراض وساووا اللوحات وجيبوا القصص، هي كوسائل أكيد الطفل بينبسط واللي قادر كتير شيء حلو، بس للأسف الطفل يلي ما له قادر عم يشعر بحسرة جدا. يعني نحن مفكرين انه هي القصص بسيطه تماماً. انا بعرف لهلا رفيقه لإلي بالمدرسه، يعني لما كنا صغار لهلا في عندها مشكله بخصوص هذا الموضوع، انه هي ما كانت قدرانه تجيب هديه بعيد المعلم ونحن كلياتنا كنا اخذين، لهلا بتحس انه في مشكله بغض النظر عن عيد او غير عيد او احتفال بالمدرسه او انجاز او اي شيء. فكره انه نحن نعمل شيء للطلاب رمزي بدون ما نكلفهم ماديا ونراعي هي النقطه، يعني انا بعرف بكل مدرسه المفترض يكون في استبيان بناخده باول السنه، نحن بيوصف الحاله الماديه، بيوصف عدد الافراد، بيوصف شو الاشياء اللي نحن لازم نبعد عنها، تفصيل كامل. هذا للاسف مو كل المدارس بتاخده، واذا اخذته فهي عم تاخده
مجرد بس ينحط بالإدبارة، ما عم ينعمل بشكل عملي. قد ما قلنا أنه في عنا ضغوطات، بس صدقيني في ناس عم تشتغل كتير بأمانة، وفي ناس حابة تشتغل بهذا العمل، فنحن منلاقيهم، يعني منلاقي جدوى من العمل معهم. في ناس قالت أنه أنا طالبة، من الطالبات كان إحدى الشكاوي أنه أنا نبرة صوتي عالية عالية، طبيعة النبرة تبع عالية، فأنا عم بضطر أنه كل يوم باكل خناقة بسبب أنه عم بيقولوا لي أنه أنت بنت وقحة، وأنا صوتي نبرته عالية، عم حاول أني قد ما فيني أخفض الوتيرة، ما عم بقدر، يعني عم بتدرب بس أنا ما وصلت للوتيرة. فقد ايه هي نقاط حساسة المفترض أن نحن ننتبه لها؟ أنه أنا لما بورجي الطالب أنه خصوصي طلاب الشهادات أنه أنت ما بدنا تضيع وقت، بدنا ترفع لنا رأس المدرسة. عفواً، الطفل أو الطالب ما له جاي ليرفع رأس المدرسة، جاي ليعمل جهده ويسعى ويعمل اللي عليه، فهو إذا رفع بيرفع رأسه هو، ما بيرفع رأسه. أحياناً بيكون هذا الطالب متعرض لضغوط بالبيت والمدرسة، نفس الكلام اللي تمام. عم يسمعه بالمدرسة عم يسمعه بالبيت. تمام، لا ترفع لنا رأسنا لا، ما هيك القصة، ما أنا هيك، والقصة إنه نحن ما بنحرم الطلاب من حصص الرياضة والرسم والموسيقى والمواد الإثرائية لحتى نخلي إنه لا أنت شهادة، أو أنت خصوصي طلاب الشهادات، هي الشكاوى مستمرة ودائمة، إنه لا خلوني يعيشوا حياتهم طبيعية وحصة واحدة نحن نصادقهم نقعد فيها ونحكي ونقرقر سوا هيك كمعلمة بس كرفيقة، أو كانت مرشدة أو أي حدا، أو حتى المديرة أو المدير، قد ايه بتبني ثقة وقد ايه بتخليني عن جد أعشق اللحظة اللي بطلع فيها من المدرسة. هون كرأي شخصي يعني أنا عم بطرحه عليكم، ايمت ببين معكم إذا الطفل فعلا حابب هي العملية التربوية وحابب يروح على المدرسة ولا لا؟ كمؤشر ايمت ببين معكم؟ وقت ما بيكون بده يروح على المدرسة اصلا، يعني تمام، وقت يرفض، بيرفض او يتمارض او بيبطل يحط حجج واهية. تمام، هلا نحن بناخده كمعيار وقت بضل بيسألك على العطلة، انه ايمت حتجي العطلة؟ تمام، انه معلش نام شوي الصبح كمان شوي، في فرق بين طالب بيقوم بنشاطه متحفز تمام، وانه يا الله رح شوف انساتي اليوم، رح انبسط اساتذتي كذا تمام. وبين طالب عم ينقتل، فيا ريت انه احنا ما نطفي هي الشعلة بولادنا، يعني بكفي اللي هن شافوه، بظن انه لهلا بكفي اللي شافوه، فنحن شويه تحفيز معنوي ما بيضر ابدا، واللي شو قادره انا قادره اقدم معنوي، قادره اقدم اي شيء من الاشياء المتاحه ضمن المدرسه بقدمها. الطفل يلي متعود على المكافاه غير الطفل اللي متعود على كلمه حلوه، اللي متعود على الدعم المعنوي غير اللي متعود على الدعم المادي، وهي المشكله بواجهها باستمرار انا وحتى مع اطفالي. يعني أنا ما بقى يرضيني أنا أخذ شعار، أو ما بقى يرضيني تحطي لي نجمة، أنا ما بدي شيء، أنا عم بشتغل لإلي. فعمليا المربية لما بتكون عم تشتغل بهي الطريقة بطفل هو كامل الرضا عن حاله، هي بتكون عم تخرب فيه بدون ما تعرف. عم ترجع لي إياه لنقطة الصفر، لا خذ مقابل، خذ مقابل، مقابل كل شيء بتعمله، خذ نجمة، خذ كذا، تمام؟ فبصير الطفل بيتغير معك، الأساس اللي أنت عاملتي فيه من أساس التربية والأخلاقيات والقيم اللي حكينا عنها بالبداية بلشت تتغير، فأنت مو لحالك عم تربي، في معك مدرسة وفي معك الأخطر اللي هن الرفقات. فأنا مراقبة مستمرة، مجلس أولياء الأمور المفترض يكون كل سنة قبل ما نعمل أي حصة يجتمعوا كل الأهالي ويقولوا متطلباتهم مقترحاتهم، حتى لو كنا بمدارس حكومية عامة، أنا ما بس عم بحكي عن المدارس الخاصة، في عنا أعداد بتوصل للستين والسبعين عم بيقولولنا أنه عطونا حلول لهي القصص. هلأ أنا ماني قادرة أقدم هي الحلول لأنه أنا لحالي ما بقدر أعمل شيء، ونحن بوضع كتير راحت مدارس، فنحن صار في عنا كم كبير بالمدارس كأعداد، بس بالمقابل في أماكن فيها تدريس جيد وفي أماكن لا، فالمفترض نعمل اللي علينا ونسعى لنقدر نقدم كل طاقتنا بالشيء المتاح. أكيد أستاذة ياسمين، يعني اليوم نحن عم نحكي طبعا كلياتنا قلوبنا وعيوننا عم بتكون على شاشات التلفزيون، وعنا أطفال من أعمار مختلفة ويافعين وما إلى ذلك ضمن البيوت وضمن المدارس وعم يسمعوا، وهلأ الإنترنت والموبايلات صار كل شيء بيوصل لهم، عم بيشوفوا المشاهد اللي عم بيصير بغزة، عم بيشوفوا يمكن شيء شوي أكبر من سنهم، ولكن ما المفروض يكون الطفل بعيد عن الحدث اللي عم بيعيش فيه؟ 100%. كيف أنا ممكن أعطي هذا النوع من الثقافة أو التوعية المجتمعية والسياسية بالأحداث اللي عم بتصير ببلده لحتى بيقدر يشارك بجزء معين، أو على الأقل يفهم ويستوعب شو عم بيصير؟ لأنه اليوم ممكن حدا يفوت على موقع بشي غلط، ياخذ معلومات خاطئة، وهذا جزء منه وأساسي منه المدارس أكيد. تمام أكيد. هلأ في شيء حلو كتير لازم نذكره، أنه نحن أي شيء بنعمله
أي قرار بناخده بيرجع للذاكرة. يعني أنا بانية شيء بالذاكرة، إما أنا متخيلته أو قارئته أو عايشته أو سمعته أو تربيت عليه، فأنا برجع باخده من الذاكرة. فنحن أهلينا إذا مربيتنا مشتغلة علينا بموضوع ثقافة القضية الفلسطينية إن هي مو بس لأهل فلسطين، فأنا حتماً رح أنبسط أول شيء بهي الأخبار اللي عم تطلع، ورح أكون سعيدة، ورح حاول على أي طبعاً بالشيء اللي عم بيصير، أما أكيد رح أحزن على الأطفال وعلى القصص الثانية وعلى التدمير وإلى آخره. الشيء اللي لازم أعمله أني أرجع أذكر بتاريخ المنطقة تبعت فلسطين، وأنه نحن الأقصى بالنسبة لنا عقيدة، وأنه الصلاة في قدي هي بتعادل صلوات بغير أماكن، وأذكر لهم إشي حقيقية. في عنا في قصة النبي لوط، في عنا قصة النبي إبراهيم، في عنا عليهم السلام طبعا جميعا، في عنا سيدتنا مريم، في عنا كتير قصص النبي سليمان، كل الأنبياء كانوا بالأساس هناك. يعني حتى لما بده ينزل سيدنا عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء كمان بفلسطين، فأنا هي القصص كلياتها مغيبة عند المعظم طبعا، مشان نحن ما نكون شاملين، لأنه في أهالي بجوز هي موجودة القضية بدمها بس هي ما حاكية قدام أولادها، وخصوصي أنه صرنا فترة طويلة نحن مشهدنا هيك شيء حقيقي وقوي على أرض الواقع. هلأ بيجوا الأهالي أو المربين ممكن يقولوا لكم أنه يعني ما احنا ما بدنا يشوف مناظر دم، ما بدنا يتأثر سلباً، ما بدنا، لا، المفترض أنه لمرحلته العمرية شيء مناسب لمرحلته العمرية، بس ورجيه أنه في نصر، في شيء عم بيصير. طيب الناس اللي عم توقف موقف الحياد واللي عم تقول طيب اللي صار نحن ما عرفوا هن قدي هن ساهموا بتدمير المنطقة، قدي أثر سلباً، هون نحن منرد عليهم بدلائل وبأحاديث وبأقوال، أنه نحن واجب علينا العدة بأنه نحن شو استطعنا، وأعدوا لهم ما استطعتم. فنحن اللي هن قدموه وقت الزلازل عنا، إذا بتتذكري كان غزة وفلسطين من المناطق اللي هي كانت عم تقدم شيء لأهل سوريا إذا بتذكري. فالناس اللي عم ترفض هلأ أنه نحن نقدم شيء، أنا كتير يعني بزعل على هاي النقاط، أنه نحن لازم نعلم أولادنا لما تنفتح الأشياء اللي لازم نساهم فيها مادياً. يعني إذا أنا مثلاً مادياً حالتي جيدة، فأنا أعد من الخائنين إذا ما قدمت مادة. أنا إذا صوتي بيوصل، إذا أنا ما قدمت صوتي فأنا أعد خائنة، إذا ما، فأنا شو اللي بقدر أقدمه؟ أنا بقدمه، فأنا لازم أزرع هاي الثقافة، أرجع إذا ما لي زارعتها لأي سبب من الأسباب، سواء أنا أخطأت أو تناسيت أو ظروف الحياة أخذتنا، نرجع نزرعها مرة تانية من جديد، ونعطي كل المعلومات. القصص مليانة الأنترنت قصص، وكلها قصص موجودة وحقيقية، ومن كرتونية حتى ممكن تجسد مواقف قديمة، ونورجي أنه ما في استسلام، أنه اللي خطط لهي القصة مبتور الأطراف وشبه أعمى، واخذت سنتين، فما في شيء بيجي بالسهل، ونحن بدنا نصبر لحتى نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها، سواء اخذناها او ما اخذناها، نحن سعينا وحاولنا نعمل كل اللي بنقدر عليه. اكيد اكيد هيك بدنا نتشكر حضورك معنا استاذه ياسمين وعلى هاي المعلومات اللي حبيبه قلبي. شكرا كثير لكم، لصباحكم الحلو. شكرا لك استاذه ياسمين كل المعلومات اللي قدمتها. حبيبه قلبي.